الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى عيد الله الأعظم، عيد الغدير، ذكرى ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين اعتبروه أعظم الأعياد، وهو ليس مجرد عيد، أكبر من عيد. هذه الآية التي اتفق عليها المفسرون من أبناء العامة والخاصة، التي نزلت هذه الآية في يوم غدير خم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يكاد يشك، لا يمكن المناقشة في أن هذه آية نزلت في يوم غدير خم، لا يمكن أي تشكيك في هذه الآية. هناك كلمات التدبر فيها من خلال هذه الآية تعطي شيء من عظمة هذا اليوم. القرآن نزل حتى يتم التدبر فيه. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته، هذه لام فلسفة نزول القرآن، ليدبروا. آيات عديدة القرآن الكريم يقرع الإنسان، يؤنب الإنسان بأنه لماذا لا يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ تعابير جدا قاسية في القرآن الكريم بالنسبة إلى عدم التدبر. أم على قلوب أقفالها؟ يعني شنو اليوم أكملت لكم دينكم؟ يعني كل تاريخ الأنبياء والرسل حتى بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتم بها الدين. هذا معنى هذه الآية، نزلت في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. اليوم أكملت لكم دينكم، الدين
ما تم ب124,000 نبي وبكل الأوصياء للأنبياء. ما تم الدين، الشريعة كانت ناقصة، هذا معنى اليوم أكملته. حقيقة هذا المعنى لا يمكن تفاديه. شنو يعني معنات هذه الآية اليوم أكملت؟ يعني كل هذه الشرائع التي نزلت كلها مقدمة لهذا اليوم. اليوم أكملت الشرائع العدل. ليش الله تبارك وتعالى شرع الشرائع؟ ليش بعث الأنبياء؟ من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق الدين. هذا الدين في مثل هذا اليوم تم وكمل. فإذن كل هذه التشريعات مقدمة لمثل هذا اليوم. هذا معناه رهيب. دينكم، الدين الذي ينسب إلى البشر، هو دين الله تبارك وتعالى، يعني شريعة الله. الشريعة يعني ماذا؟ الدين يعني ماذا؟ يعني كل شيء يرتبط بالوجود. الدين له انتساب بكل أبعاد الوجود، الوجود في كل أبعاده، المعرفة بكل أبعادها. في مثل هذا اليوم تمت المعرفة وكملت. الدين لا يرتبط ببعض أبعاد الحياة، الدين قلت في كل أبعاد الحياة. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني: وأتممت عليكم نعمتي. حقيقة تعبير في كل القرآن فريد، ماكو هيك تعبير. أتممت عليكم نعمتي، نعمة الله، النعمة الإلهية، هذه تمت في مثل هذا اليوم. تمت على البشر، عليكم نعمتي. البشر النعمة، لاحظوا، يسموه جنس الأجناس. هذا في الإصطلاح اللغة العربية. أكو كلمات تعطي معنى نوعي، كلمات تعطي معنى جنس. جنس يعني من حيث الشمولية. الرزق الإلهي هذا مو معناته فلوس فقط. الرزق، الذرية، أولاد، رزق. العافية، رزق. العقل، دين، كرامة اجتماعية، هذه كلها رزق. جنس الرزق، يوم مثلا البركة، كل شيء خير للإنسان يعتبر بركة من الله تبارك وتعالى. لا تنحصر البركة والرزق في عناوين جزئية. هذه مفاهيم يسموها جنسية، يعني لها شمولية. أكبر المفاهيم التي لها شمولية هي رحمة الله رب العالمين. وأكبر من رحمة الله، كل شيء خير هي رحمة الله. وأوسع من رحمة الله نعمة الله، لأن الرحمة يمكن أن يستشف منها جانب عاطفي، أما النعمة أعم من الجانب العاطفي، لا يحدها أحد. وأتممت عليكم نعمتي. الله تبارك وتعالى موجود بلا حدود، ونعمته بلا حدود. كيف هذه النعمة بلا حدود؟ كيف تتحقق في الإنسان المحدود؟ أتممت عليكم، بعد صريح الآية، كيف تتم النعمة تكون كاملة؟ وإذا كانت كاملة، نعمة الله بلا حدود، لا يمكن أن يحدها شيء، لأن الله بلا حدود. كيف يحصل حلول بشيء لا محدود في شيء محدود؟ يمكن واحد يمكن يحل ماء البحر مثلا في كأس، ممكن؟ لا يمكن. الظرف يجب أن يكون بسعة المظروف. هذه الآية يعني شنو حقيقة عقدة هذه؟ وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الله تمت في هذا اليوم على الناس، مو على كل الناس. ها هسه نقرأ هذه الآية اللي تلوناها في صدر الحديث.
هذا للمؤمنين فقط. شنو معنى هذا؟ القرآن الكريم في هذه الآية، هذه الآية من سورة المائدة، في مطلع سورة المائدة في الآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في سورة يونس، السورة التاسعة من القرآن الكريم عليه السلام، القرآن يعبر عن هذا اليوم، يقول: يا أيها الناس. الناس أعم من يعني يشمل كل البشر. قد جاءتكم أربعة أشياء: موعظة من ربكم، وشفاء لما في الصدور. ولكن شوفوا الثنين الأخيرين، هذا خاص بالمؤمن، ما يرتبط بكل الناس: وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه خاص للمؤمنين، هذا مو للناس. هذا سياق الآية واضح أن الأوليين موعظة. الإنسان اللي ما يعرف، مو مؤمن، غدير موعظة بالنسبة له، موعظة. وشفاء لما في الصدور، إذا تريد تحقق آمالك، أفضل محقق للآمال آمال الصدور، آمال دنيوية، هذه هذا الغدير. بعدين بالنسبة إلى المؤمن: هدى ورحمة. شوفوا أكو في اللغة العربية تارة تأتي بعض الكلمات بصيغة المبالغة، مثل صيغة فعال، أو مثلا مرحوم بصيغة اسم المفعول. إذا أجت كلمة بصيغة اسم المفعول وما كانت تعطي معنى المفعول، فتعطي مفهوم المبالغة. المبالغة سعة المفهوم. إذا القرآن يريد يوسع المفهوم يجيبه بصيغة فعال مثلا، صيغة مبالغة. تارة تأتي الكلمة بتنوين النكرة، هذا معناته بلا حدود، عندما لا يمكن تحديد مفهوم ضمن كلمة عربية، فيأتي هذا في القرآن الكريم، يأتي بصيغة النكرة. وهدى، هذا باتفاق علماء البلاغة، وهدى علماء اللغة العربية، ورحمة يعني فد هداية. شنو هذه الهداية؟ ما يمكن أن هذه الهداية تتقولب بقالب لفظي فيجي نكرة، يعني فد شيء لا محدود. النكرة في اللغة العربية تعطي معنى لا محدود، فد هداية بلا حدود. وشنو؟ ورحمة بلا حدود للمؤمنين. بعدين: قل يا رسول الله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرحوا، صيغة أمر هذه، فليفرح لام الأمر، هذا واجب عليك تفرح. هذا الفضل الإلهي والرحمة الإلهية في الحديث المتواتر عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام: الفضل الإلهي محمد صلى الله عليه وآله، ورحمته علي صلوات الله عليه. حديث متواتر. ورحمته الآية، قل افرحوا، هذا مو فرح من أجل تحصيل مكسب مادي قليل أو كثير، لا، هذا فرح يتعلق بتحول الإنسان، لاحظوا، من المحدود إلى اللامحدود. الله تبارك وتعالى هو لا محدود، كيف تحل رحمته اللامحدودة التامة في الإنسان المحدود؟ هذا ما يمكن، محال، إلا إذا تم تحول في الإنسان. يتحول الإنسان بغدير خم، بولاية أمير المؤمنين بالذات، يتحول من الإنسان الموجود، خلق الإنسان ضعيفا، المحدود الذي خلق من أخس الأشياء وهو التراب،
بفضل علي يتحول إلى لا محدود فتحل عليه رحمة الله. وإلا لا يمكن تفسير هذه الآية. كيف شوفوا الخطاب هم تمت النعمة على الإنسان، مو تمت النعمة في الوجود. لاحظوا الخطاب وأتممت مو نعمتي، أتممت عليكم النعمة التامة الإلهية كيف تتعلق بالإنسان. هذا شنو جوابه؟ هذه آية قرآنية، شنو جوابها؟ كيف يمكن أن يحصل هذا الأمر؟ هذا لا يمكن أن يحصل إلا بأن يتحول الإنسان من اللامحدود، من المحدود إلى اللامحدود. هذه نعمة، يعني الإنسان يصير إلى وجود رباني. إذا حلت النعمة اللامحدودة الإلهية في الإنسان، هذا معناته شنو؟ معناته أنه صار الإنسان لا محدود، صار رباني، صار لوجود إلهي. هذا موضوع طويل لا أريد أن أخوض فيه كثيرا، هذه إشارة، الوقت لا يسمح. أذكر لكم قصتين. فعالم كان 50 سنة تقريبا، 60 سنة، قبل 60 سنة تقريبا، عالم جدا جليل اسمه سيد أبو الحسن الإصفهاني، لابد سامعين اسمه. هذا العالم قبل 60 سنة متوفي رضوان الله عليه. 60 سنة كان في أيام شبابه، في أيام عنفوان الشباب، انتقل من مرجع الكبير، يمكن في تاريخ الشيعة قليل مثل أكو. ينقل أنه في أيام شبابه هو وزوجته وابنته أظن انتقل إلى النجف الأشرف، وكان فقير جدا. هذا كان يروح، ما عنده مكان يستأجر، ما عنده إمكانات يستأجر مكان، كان يعيش في المسجد الكوفة، في مسجد الكوفة هناك يخل هو وأهله في النهار يجي إلى النجف الأشرف يدرس، بعدين قبيل المغرب يرجع إلى المسجد. فكان في شدة حقيقة، الإنسان في المسجد، مسجد ما في سقف، بالنهار تصهرها الشمس تصهرهم، وبالليل البرد، وبعدين أكو خوف ممكن يدخل عليهم سباع بصحراء مسجد الكوفة، خطر أكو. كان يعيش في معيشة ضنك، شدة شدة بالغة. يوم من الأيام ينقل، أيام شبابه كان، أنه كان حضر في مدرسة أكو هناك، مدرسة الصدر الأعظم، الله يرزقنا زيارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هناك قريبة من الحرم الشريف. الصدر الأعظم فدوالي كان لإصفهان قبل 200 سنة، أيام القاجار، فتح علي شاه، هذا كان رئيس وزراء يسموه الصدر الأعظم، بنى مدرسة ودفن في هذه المدرسة في النجف الأشرف. يكون حاضر، ذكرت قصة، وهو سيد أبو الحسن سمع قصة أحد العلماء أيام فتح علي شاه 200 سنة قبل، مدفون في نفس المدرسة مع الصدر الأعظم المعروف. الصدر الأعظم اسمه حاج محمد حسين خان، فتح خان والي كان اسمه محمد حسين، حجي محمد حسين خان. هذا 200 سنة قبل. ينقل أنه السيد كان حاضر وعلى المنبر الخطيب ذكر قصة، هذه القصة أنه هذا العالم الكبير الشيعي اللي الآن مدفون في مدرسة الصدر الأعظم، هذا في يوم كان شاب في إصفهان مراهق، تعلقت على كل حال تعلق قلبه حبه بفتاة، وكان فقير جدا، الفتاة كانت من عائلة غنية جدا. على كل حال هذا تعلق القلب أولد له مرض، مرض يسموه مرض المادري عشق، شنو بعد ما يقدر يأكل كذا. أمه أحست فيه حالة ما يقدر ينام، قالت له شبيك؟ قال القضية كيت وكيت. قالت نروح نخطب لك إياها. قال ما يصير، لأنه
هذه من عائلة جدا غنية وإحنا فقراء. أم قالت له توسل بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. توسل بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا الخطيب ينقل القصة، وسيد أبو الحسن شاب يسمع المرجع الكبير الإصفهاني أنه رأى في المنام بعد أن توسل بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أمير المؤمنين حوله قال له روح لهذا حجي محمد حسين خان صاحب القبر اللي في المدرسة، هذا الوالي اللي يسموه الصدر الأعظم، مدرسة الصدر الأعظم في النجف الأشرف، روح له. كان والي في إصفهان، الولد في إصفهان. يجي الولد على كل حال في قصة طويلة يطرح عليه، يقول له أنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حولني عليه. قال له ها شنو؟ كلش تفاجأ وفرح أنه حظي بهذه المنزلة أن أمير المؤمنين يحول شخص عليه صلوات الله، هذا فخر ليس دونه فخر. يقول شنو؟ يقول القضية كذا. يقول علي أنا أصير أبوك، وكل ما تريد من أموال إذا هذا الشخص يستخف بيك وما يقبلك، الأبو ما يقبلك، إحنا نروح لك مشاية. هو يقوم ويا الجماعة مالته مثلا الحكام وما أدري كذا، يجون إلى خطابة بنت هذا الرجل الثري من أجل هذا الولد، ويقول له هذا ابني وأموالي أمواله، والأبو هم بكل رحابة صدر يوافق. معلوم بعد واحد بهالشخصية يتزوج، وبعدين إضافة إلى أن يتزوج الشيء اللي ما كان يطلبه، حصل على أموال بلا حدود، أموال هذا الوالي واعتبار بلا حدود، عزة مو فقط الزوجة، عزة الوالي باعتبار ابن الوالي، وأيضا أصبح من كبار علماء الشيعة، صار عالم، وهو الشيء الذي ما كان يطلبه، طلب شيء واحد من أمير المؤمنين. الخطيب يلقي هذه القصة، وسيد أبو الحسن يسمعها ويطلع من المجلس رأسا يروح إلى حرم أمير المؤمنين، يقول يا أمير المؤمنين أنت لحقت علي هذا الرجل وهو في إصفهان، أنا يمك هنا، تشوف بيا حال أعيش، حال فقر شديد، أهلي وهالشكل في خوف وقلق، وهيك رزيا نعيش. في نفس الليلة يرى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سيد أبو الحسن الإصفهاني يجي يعطي بيده مفتاح، مفتاح مفتاح، يسلم بيده، يستيقظ من النوم ما يفهم شنو يعني، شوف ما صار شيء، ومفتاح وين؟ ماكو مفتاحه. يجي إلى النجف الأشرف يعرض قصته على أحد كبار العلماء المعبرين، المعبر جدا يتفاجأ، يقول له الولد هذا الشاب اللي كان سيد أبو الحسن الأصفهاني، يقول له أنت متأكد أنه أمير المؤمنين كان هو نفسه؟ السيد يقول إيه. العالم يقول له أعطاك مفتاح؟ مفتاح أعطاك؟ يقول له إيه مفتاح. يقول أنطاك بيدك مفتاح وأمير المؤمنين؟ يقول إيه. العالم المعبر يقول له أنت تصبح زعيم الشيعة في كل العالم أنت. وبالفعل في تاريخ الشيعة إذا تبحثون مرجعية زعامة دينية نظير سيد أبو الحسن الأصفهاني صدق قليل أصلا، في هل كم الهائل من المراجع اللي على كل حال تزعموا الفقه والأصول والحوزات العلمية والشيعة قليل مثله أكو، فتشاب غريب ضعيف فقير ما طلب من الإمام صلوات الله عليه إلا أن يعطيه شيء من المال حتى يقدر يعيش حياة أفضل من هذه الحال. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما أنطاه هذا اللي كان يريده، بل أعطاه زعامة الشيعة، وإلى يوم القيامة اسمه موجود هذا، وعطاءه موجود، خدمته خدماته موجود، خدماته موجودة. هذا إشارة، والحديث في هذا المقام مقام عظيم، الله تبارك وتعالى جعل تمام بركاته ورحمته في يوم الغدير وفي ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. ليش هذا قايلين؟ ليش الحمد لله؟ ليش هذا التعبير في موارد أخرى في الشريعة ما جاي في ولادة أو على كل حال بعثة النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا ما جاي؟ ليش هذا التأكيد على يوم الغدير؟ هذه إرادة رب العالمين تعلقت أن يخص أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بتمام نعمته، ويخص من يتعلق بذكر أمير المؤمنين بهذه المناسبة بولاية أمير المؤمنين، أن يخص كل البشرية بشرط تعلقهم بولاية أمير المؤمنين، يخصهم بتمام هذه النعمة. أسأل الله تبارك وتعالى بحقه وبحق أولاده الطاهرين وبحق رسول الله وزوجته فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين أن لا يحرمنا شفاعته في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.